نتابع التقرير التالي مشاهدينا ونعود. في ظل التطورات اللافتة بمسار الأزمة السورية من تغير العلاقات بين خصوم دمشق وحلفائها وتركيزهن على إيران والسعودية التي سرعت نوعا ما من حركة ومحاولات التطبيع بين دول عربية وإقليمية والحكومة السورية، يواصل الغرب موقفه المعارض لمثل هذه التحركات مع استمرار انعدام الحل السياسي في سوريا. أحدث تلك المواقف ظهرت من مجموعة الدول الصناعية السبع التي جددت معارضتها التطبيع مع الحكومة السورية قبل تحقيق تقدم حقيقي نحو حل سياسي في البلاد. المجموعة التي اجتمع قادتها في مدينة هيروشيما اليابانية شددت في بيان على التزامهم بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وانتهاكات القانون الدولي في سوريا، مطالبة بضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين. بيان قمة مجموعة السبع جاء في أعقاب إعلان جدة المنبثق عن القمة العربية في السعودية والتي شارك فيها الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية في خطوة هي الأكبر من نوعها بشأن تطبيع العلاقات، والتي تتزامن كذلك مع محاولات روسية وإيرانية لإعادة علاقات أنقرة مع دمشق. محاولات بالرغم من تقدمها إعلاميا للمضي في التقارب بين الحكومة السورية والنظام التركي، إلا أن الواقع على الأرض يناقض ذلك، سيما بعد تأكيد رئيس النظام التركي رجب أردوغان رفض انسحاب قواته من الأراضي السورية، ما يؤكد حجم العراقيل التي تعيق تطبيع العلاقات بين الجانبين. عراقيل أكدها كذلك الرئيس السوري بشار الأسد الذي هاجم في كلمته أمام القمة العربية النظام التركي بشكل واضح لا لبس فيه، حين حذر من خطر الفكر العثماني الذي وصفه بالتوسعي المطعم بنكهة إخوانية منحرفة. تطورات عديدة شهدها وربما سيشهدها مسار العلاقات العربية والإقليمية مع السلطة في دمشق، السلطة التي تحرك الشعب السوري في وجه استبدادها عام 2011، هي نفسها التي أعلنت أنقرة وبعض البلدان العربية الفاعلة حينها الوقوف في وجهها علنا أيضا، ليكون السوريون والأراضي السورية اليوم وفي نهاية المشهد المأساوي هم الخاسر الأكبر من كل تلك المعمعة، يقول مراقبون. من باريس أرحب بالدكتور يحيى العريضي أكاديمي السوري، وأيضا من نيوجيرسي أرحب بالدكتور جابرييل سوما بروفيسور في القانون الدولي. أهلا بكم ضيفي الكريمين وشكرا لقبول الدعوة. دكتور يحيى أبدأ معك، يعني هناك تأكيد غربي على أن الحل السياسي هو شرط أساسي للتطبيع مع الحكومة السورية، يعني ما مدى تأثير ذلك على خطوات التطبيع العربية مع دمشق؟ تحية لكم ولمتابعيكم ولضيفكم الكريم. هذه الخطوة حقيقة لا تعني شيء، هي فقط عبارة عن بهلوانية في وقت يراكم هذا النظام على كاهله ارتكابات لا حصر لها، في وقت يدعى للانخراط في العملية السياسية وهو يرفض لأنه يعرف أنها نهايته، في وقت يخرج مشروع في الكونغرس الأمريكي يدعو إلى مقاومة التطبيع، في وقت الجي 7 أو الدول الصناعية السبع الكبار يدعون بشكل واضح لعدم التطبيع مع هذه المنظومة الاستبدادية التي أعطت فسادا على مدار أكثر من 12 سنة في سوريا، مستعينة بكل أنواع الاحتلالات بوجود مشروع إيران الذي يحدد لها تصرفها، بوجود الاحتلال الروسي، بوجود ميليشيات مختلف الأصناف ومختلف الأنواع، بالوجود التركي، بوجود كل هذه ببلد مبعثر ب 12 أو أكثر مليون سوري تبعثروا في أربع أصقاع الأرض باستخدام سلاح كيماوي، كل هذه الأمور. وأعتقد أن هذه القمة التي دعي إليها ومحاولات التطبيع شكلت عملية انكشاف لهذا النظام العربي بشكل عام، انكشاف أمام الجمهور العربي عامة وأمام السوريين بأن
هذه المنظومة ذهبت للقاء من يشابهها، والذي استخدم البلاء الذي وقع على السوريين كدرس لتلك الشعوب بحيث لا تثور على قياداتها وتطلب الحرية أو تنشد العيش كأناس طبيعيين لهم حقوق ويريدوا أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. فعمليا هذا الأمر ككل أعتقد أنه اللعب في الوقت الضائع أمام الصراع العالمي الذي يتم، وغزو روسيا لأوكرانيا، وتمدد المشروع الإيراني، واسترضاء إيران. والمعادلة ببساطة شديدة تقول أن وجود زيلينسكي في تلك القاعة التي وجد فيها رأس النظام هو مفارقة غريبة عجيبة. أنت أمام شخص قتل شعبه واستخدم الغزو الروسي، وأمام شخص يدافع وأمام شعبه أمام شعبه وقاوم الغزو الروسي في القاعة ذاتها. تعرفين من هنا ببساطة نسبة البهلوانية السياسية والصبيانية في كل هذه الخطوات. طيب دكتور جابرييل، يعني نأخذ رأيك أيضا في هذا الموضوع، يعني برأيك هل من الممكن إجبار الحكومة السورية بالفعل على الدخول في مفاوضات لحل سياسي حقيقي؟ أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. لا شك بأن ما حصل في هذا الأسبوع هو فوز كبير للرئيس السوري بعد مقتل أكثر من نصف مليون سوري وتشريد بحدود 13 مليون إن كان في داخل سوريا أو في خارج سوريا. الشعب السوري هو الخاسر الأكبر مما حصل في اجتماعات جدة، وهو يعطي انطباع سيء على أنه الدكتاتور الذي استطاع أن يقضي على نصف مليون من سكان بلاده أصبح رمزا للحرية والديمقراطية والاحترام في الدول العربية. دكتور يحيى، يعني كانت من الشروط الغربية بشأن التطبيع مع دمشق تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين وأيضا الكشف عن مصير المغيبين. طيب هل من الممكن أن تلقى هذه الدعوات استجابة لدى الحكومة السورية؟ لا أعتقد ذلك. تعرفون تماما بأن التطبيع استخدم جملة من الذرائع من أجل أن يتطبع مع هذه المنظومة، وعلى رأس ذلك اقتلاع إيران. وإيران نعرف تماما أنها تتجذر أكثر، والمشروع الإيراني يأخذ أبعاده. أخذ أيضا المسألة الإنسانية بأن الشعب السوري يعاني معاناة اقتصادية بسبب المقاطعة أو بسبب القرارات أو القوانين كقانون قيصر وقانون الكبتاجون إلى آخره. ومعروف أن الشروط الأساسية لرفع هذه المقاطعة وبطلان هذه القوانين بانخراط النظام في العملية السياسية، والنظام لا ينخرط في العملية السياسية. بالنسبة لقانون قيصر معروف الأسباب التي دعت إلى وجوده، وقانون الكبتاجون والذي تعم فيه المخدرات في المنطقة لا يستطيع، لأنه هو الخزان الأساسي لتغذيته ماديا. هناك أسباب أخرى قيلت حول اللاجئين الذي تفضلين رسين عنه. اللاجئون بخصوص اللاجئون ذكروا في القرارات الدولية بعودتهم، المشروط أن تكون بيئة آمنة ومحايدة، لكن هذه البيئة الآمنة والمحايدة غير متوفرة على الإطلاق بوجود هذا النظام الذي يعتقل هؤلاء الذين يعودون، لأنه يعتبر أي إنسان سوري يقول له لا هو عبارة عن إما إرهابي أو خائن أو مجرم. فمن هنا أعتقد أن ما يسمى الforced return of refugees هو مخالفة للقانون الدولي، ولا يستطيع أحد أن يتحملها. كل تلك الأعذار أو تلك الحجج التي سيقت من قبل هؤلاء المطبعين أعتقد أنها واهية جدا، وأعتقد أنهم فعلوا ذلك لأسباب خاصة. تعرفون أن الاتفاق الذي تم بين إيران والسعودية في قبل شهرين
ربما اشترط اشتراطات لم تتضح بالبيانات التي ظهرت. السعودية لها مشكلة في بالنسبة للحوثيين في يهددون أمنها الخاص، وطلبنا بشكل أو آخر من أخوتنا في السعودية بأنكم مصالحكم مهمة جدا بالنسبة لكم ولنا أيضا نحترمها، لكن لا تجعلوا من قضيتنا ذريعة من أجل إنجاز طيب دكتور مصالحكم. يحيى نعم، دعني هنا أخذ بالنسبة لملف اللاجئين دكتور جابرييل، يعني هل تتفق مع ما قاله الدكتور يحيى بشأن أنه ليس هناك بيئة آمنة لعودة هؤلاء اللاجئين السوريين؟ هل يمكن الوثوق بوعود الحكومة السورية لضمان عودة هؤلاء اللاجئين إلى مناطقهم؟ بالفعل ما في ضمانات لهؤلاء اللاجئين، يعني عم تحكي بحدود 12-13 مليون لاجئ سوري موجودين بأوروبا بالدول العربية في داخل سوريا، لو وجدوا بأن هناك ضمانات كانوا رجعوا، ولكن هناك حوالي 2 مليون سوري في لبنان، الحكومة اللبنانية تطلب من سوريا استرجاعهم، إلى الآن رجع كم شخص؟ 200 شخص؟ 300 شخص؟ الشعب السوري مشرد في جميع أنحاء العالم، والحكومة السورية لا تعطي ضمانات لهؤلاء الأشخاص للعودة إلى منازلهم. أتفق مع الزميل الكريم في فرنسا بتحليله في هذا الخصوص. طيب دكتور يحيى، القرار الأممي 2254 يعني الانتقال السلمي للسلطة، الحكومة السورية هل لديها القابلية حتى لمناقشة ذلك؟ إطلاقا، وأقول لك ببساطة وأخبر أخي الدكتور جبريال بأنني كنت شاهدا على ذلك كناطق باسم الهيئة السورية للتفاوض. طرقنا كل الأبواب، حاولنا في جولات كثيرة في جنيف، حتى باب موسكو التي تغزو سوريا لمساعدة في إبقاء هذا النظام طرقنا بابها، لكن عمليا روسيا تريد الحل الذي يحفظ مصالحها والعقود التي وقعتها ل49 سنة وقابلة للتجديد لاستغلال سوريا وأجيالنا القادمة التي ستكون دائنة لمئات السنوات لروسيا وإيران، ولم يكن هناك استجابة. إضافة إلى أن هذه المنظومة ظهرت للعالم وحاولت أن تظهر للعالم بأنها منخرطة في العملية السياسية، لكن تصوري أن اللجنة الدستورية تعقد سبع لقاءات وحتى الآن لم يكتب كلمة واحدة في الدستور. ببساطة شديدة لديك منظومة إجرامية منذ البداية قالت الأسد أو نحرق البلد، ها هي حرقت البلد ولا تزال قائمة، والسوريون مبعثرون في أربع أصقاع الأرض يريدوا أن يعودوا إلى حياتهم ويعيدوا بلدهم إلى سكة الحياة، ولكن غفلة المجتمع الدولي وعدم اهتمامه بالوضع أيقظه بشكل أو آخر مع غزو بوتين لأوكرانيا، وأعتقد أنه صحي. وعمليا قرأت في نيويورك تايمز بالأمس بأن إن لم يكن هناك شيء صدر عنهم شيء ضد التطبيع، كما هناك مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي في مجلس العلاقات الخارجية بمقاومة التطبيع، يقولون بأن هذا التطبيع يشكل سابقة، فإن كنتم تطوون الصفحة بالنسبة للإجرام بحق شعب على مدار هذه السنوات، 1.5 مليون شهيد، 500,000 معتقل، أكثر من نصف البلد مدمر، استخدام السلاح الكيماوي، كل هذه الأمور وتطوون الصفحة، هذا شيء غير طبيعي، فأنتم بذلك تشكلون السابقة بحيث أن بوتين يرتكب جرائمه ويهرب من العدالة، وهذا شيء لا يجوز. أعتقد أنه مهما كانت هناك غفلة في المجتمع الدولي، أعتقد أنه لابد أن يصحى لأنه قانون دولي، وإلا سيتحول هذا العالم إلى غابة يحكمه قانون القوة لا قوة القانون، وهذا العالم يحتاج إلى قانون يحكمه. الإنسان أغلى شيء في الوجود، لكن ويجب أن يحترم، ومن هنا أعتقد أن هناك تحول. ولست متشائما ولا أعتبر الشعب السوري خسر من هذه القمة، هي حالة انكشاف فعلي بأن له ليس إلا ربه، هذا من جانب، وبالوقت نفسه يجب أن ينتظم هذا الشعب من أجل الانطلاق
باستعادة حريتي واستعادة بلدي إلى سكة الحياة. طيب في ضوء كل ما تحدث عنه الدكتور يحيى، دكتور جابرييل، يعني سؤال لك، ما جدوى ومستقبل علاقات التطبيع أو جهود التطبيع العربي في ظل استمرار المعارضة الغربية لذلك؟ هناك قانون قيصر ما زال ساري المفعول لنهاية عام 2024. لا أعتقد بأن الدول العربية سوف تخالف هذا القانون، لأنه يضع عقوبات على أي دولة أو أي فرد أو أي مؤسسة تتعامل مع النظام لإحياء النظام. مسألة التطبيع قد يكون مثلا تؤدي إلى فتح السفارات والقنصليات العربية في سوريا وبالعكس، ولكن على صعيد القانون قيصر لا أعتقد بأن الدول العربية سوف تتمكن من تقديم أي دعم مالي للنظام السوري فيما يتعلق ب. دكتور، يعني برأيك هل من الممكن أن الولايات المتحدة بالفعل يعني تعاقب الدول المطبعة مع الحكومة السورية؟ الولايات المتحدة سوف تعاقب أي فرد أو أي شركة أو أي مؤسسة أو أي دولة تخالف قانون قيصر. وإذا نظرنا إلى ما حصل في الأسبوعين الماضيين على صعيد الكونغرس الأمريكي، هناك عقوبات سوف تطال المطارات التي تحط فيها الطائرات السورية، إن كان في السعودية أو بمصر أو الأردن أو إلى ما غير هذه الدول. هناك عقوبات إضافية سوف تضاف إلى قانون قيصر، بحيث أن قانون قيصر سوف يتوسع أكثر وسوف ينفذ أيضا من قبل الولايات المتحدة. دكتور يحيى، يعني أعود إليك، وزير الخارجية السعودي قال في قمة جدة أنهم سيناقشون مع شركائهم الغربيين العلاقات مع دمشق. برأيك هل العرب يعني قادرون على تحقيق مقاربة نحو الأزمة السورية؟ هم يمتلكون المال وبكثرة، لكن أعتقد ليست الأمور كليا مال في هذه الحياة. أعتقد أن القانون مسألة مهمة بالنسبة للغرب، مهم جدا، والإنسان له قيمة كبيرة. وكما ذكر الدكتور جابرييل، ببساطة هذا القانون سيتسع طيفه، قانون قيصر، وسيضم أمور كثيرة، ولا يستطيع أن يتجرأ. تذكرون تماما مسألة الغاز من مصر إلى الأردن إلى سوريا، أرادوا أن يأخذوا الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، قالت لهم تصرفوا، لكن طلبوا طلب خطي للإعفاء من قانون قيصر، رفض ذلك الأمر فخمد المشروع ببساطة. وتلك السياسات البهلوانية على درجة من الجبن، أقول بأنها لا تستطيع أن تفعل شيئا، هي تتصرف ذلك، وأعتقد أنه يكفيها أن تحل الخلافات بين بعضها البعض. هذا أولى من أن تطوي صفحة شعب عانى كل هذه المعاناة وتشكل سابقة. جيد أنك أعطيت بثل بالسوريين بحيث شعبك ما يقوم عليك أو يعني يقف ضد دكتاتوريتك، شيء جميل، لكن بالوقت نفسه ما تتطاول على حق غيرك بحيث أنه أنت حق السياسات لن تستطيع أن تحققها، وهذه البهلوانيات ليس لها مكان في عالم اليوم. دكتور جابرييل، يعني تزامنا مع تطبيع العربي مع دمشق، هناك محاولات من قبل طهران وروسيا لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق، يعني ما مصير هذه المحاولات؟ يعني ما يحصل الآن هو مسألة حل النزاع بين تركيا وسوريا. يبدو بأن سوريا تصر على الانسحاب التركي الكامل من أراضيها، ولكن ما زال يوجد ثغرات في هذا الموضوع. الحكومة التركية لم تشير إلى ذلك بالكامل، على الرغم من قولها بأنها سوف تنسحب.
من سوريا، ولكن في جميع الأحوال ما حصل هذا الأسبوع في جدة لم يتطرق إلى الوجود الإيراني في سوريا، وهو وجود خطير. وأتفق مع الزميل الكريم على أنه يبدو بأن هناك انطباع بأن الدول العربية وبصورة خاصة السعودية تريد حل مشكلتها في اليمن على حساب ما يحصل الآن في سوريا. لذلك تجدين بأن النفوذ الإيراني إن كان في العراق أو في سوريا أو في لبنان يزداد يوما بعد يوم، وهذا وما يحصل الآن في السعودية هو لم يتعرض إلى هذه الناحية، كذلك لم يتعرض إلى ناحية سحب القوات التركية من كافة الأراضي السورية، لم يتطرق إلى قانون أو قرار مجلس الأمن 2254، قال بأنه يتجانس مع قرار مجلس الأمن، ولكن ما يحصل الآن يتعارض مع قرار مجلس الأمن. أين هي مسألة الانتخابات التي يطلبها قرار مجلس الأمن فيما يتعلق بانتخابات حرة ونزيهة من الأمم، يعني بإرادة الأمم المتحدة وإشرافها؟ أين هي عدة مسائل يتطلبها القانون، الانتخابات، المسائل الدستورية، مسائل تجريم الأسد وما قام به ضد الشعب السوري؟ هناك يعني تعارض كبير بين ما حصل في جدة وما يقرره قرار مجلس الأمن وما تقرره الولايات المتحدة من خلال قانون قيصر. دكتور يحيى، يعني كما تفضل الدكتور جابرييل وقال ليس هناك مؤشرات على رغبة تركيا بالانسحاب من الأراضي السورية، هذا ما أكدته أيضا القمة العربية في جدة على ضرورة على الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها. يعني ما قدرة العرب اليوم على تحقيق هذا التوجه مع استمرار وجود الاحتلال التركي ضمن الأراضي السورية؟ لا شيء، ببساطة الجواب على ذلك لا شيء، بما أنه تتصرفون بأنها القوة هي التي تتكلم في هذه القضية، فليس لديكم قوة على الأرض. تركيا بشكل أو آخر لديها قوة على الأرض، وهي يقول لك الشعب السوري بأنها حملت أكثر من 4-5-6 ملايين على أرضها، واعتبرتهم بوقت من الأوقات مهاجرين، واعتبرت الشعب التركي هو أنصار، وهذه مسألة مهمة جدا. وأعتقد أن ورقة اللاجئين استخدمت كورقة انتخابية بالنسبة لانتخابات تركيا في 28 من هذا الشهر، ستفسم هذه الأمور، وأعتقد أن درجة حرارة هذا الملف ستنخفض. أما بخصوص انسحاب تركيا من الأراضي السورية، ليس هناك سوري وطني يريد أي قدم أجنبية مهما كانت على أرضه، حتى لو وصف وجود التركي أو وجود الإيراني أو الوجود الروسي بأنه شرعي بحكم أن هذا النظام هو الذي دعاه. أنت عندما تسقط شرعيتك لا شرعية لك لأن تشرعنا احتلالا، هذه حقيقة ثابتة، وسلطة وشرعانة السلطة تأتي من الشعب، والشعب قال لك لا فلا شرعية لك، فأنت سقطت من الزمن. لكن هذا العالم الواقع الذي لا قانون فيه لا زال يعطيك مكانا في الأمم المتحدة إلى آخره، من سلب حق الشعب السوري في الحياة والمستقبل. تركيا أعتقد بأنها تعرف تماما هذا النظام، والشعب السوري قال كلمته عندما بدأت بعض إرهاصات التطبيع بين تركيا والنظام، عندما خرج وقال نموت ولا يحكمنا الأسد، وهذه الرسالة وصلت إلى تركيا. وإن لم تكن وصلت للقيادات العربية في تلك القمة، فأعتقد أنهم ستصلهم بس لكن بطرق أخرى. ببساطة أعتقد أن الأمور عندما وصلت إلى حالة الانكشاف، هذه مسألة مهمة لإعادة تنظيم صفوف السوريين، لأنهم شعب، وأعتقد قوة الشعب من قوة الله، و
والقانون أيضا سيدعم قوة الشعب في لحظة من اللحظات. دكتور جابرييل، يعني الرئيس السوري بشار الأسد أيضا هاجم في القمة العربية تركيا بشكل مباشر حين قال أنه أو تحدث عن خطر الفكر العثماني الذي وصفه بالتوسع المطعم بنكهة إخوانية منحرفة. يراه الكثير بأنه هذا الخطاب يدل على استحالة التطبيع بين طرفين. وأيضا في الاجتماع الرباعي الأخير بين كل من وزراء خارجية سوريا وتركيا وأيضا إيران وروسيا، تقرر وضع خريطة طريق لتطوير العلاقات بين دمشق وأنقرة. في ظل كل هذه العراقيل، يعني ما مستقبل هذه الخارطة التي يتحدثون عنها؟ الرئيس الأسد ما عنده شرعية لعقد أي اتفاق في عهده وعهد والده. إسرائيل احتلت جزء من أراضي سوريا في عهده، حزب الله له حصانة تامة في سوريا، ما يريد أن يفعله نصر الله. تركيا تحتل جزء من سوريا، إيران تريد من سوريا أن تعطيها أراضي سوريا مقابل 30 مليار دولار صرفتها على سوريا. إذن الرئيس الأسد سمح لدول كبيرة وصغيرة أيضا لكي تحتل أجزاء من بلاده. روسيا لها قواعد في سوريا، روسيا لها اهتمام ببعض الموارد السورية. إذن فيك تقولي باع أراضيه لدول أجنبية، فإذن ليس لديه الصفة لكي يتحدث باسم الشعب السوري، وهو موجود عنوة وبالقوة ويحكم سوريا في الوقت الحاضر، ولكن من الناحية الشرعية الدولية ليس لديه شرعية دولية أبدا. دكتور يحيى، يعني كلمة أخيرة لك تعقيبا على ما تفضل به دكتور جابرييل. ما يتفضل به دقيق، وأعتقد أخذ لو استطراد في جزئية بسيطة بالنسبة لهؤلاء الموجودين في الولايات المتحدة، لهم دور كبير بإحقاق الحق، لأن هناك يمكن أن يكون فعل حقيقي. نحن نعرف قانون قيصر، والذي أنصف، ليس أنصف لكن كان مهما جدا بالنسبة لشيء من الانتباه لهؤلاء الذين قضوا تحت التعذيب، وأيضا يعملون على مقاومة أو وقوف في وجه التطبيع. فأستاذ جابرييل وكل هؤلاء لهم التقدير الكبير. من ناحية الشرعية أعتقد واضحة المعالم، اللي بيقتل شعبه supposedly، يعني افتراضيا شعبه، يعني وطلعت تلك الأغنية لسميح شقير اللي بيقتل شعبه خاين، ليس لنا يعني الحق أن نطلق صفات الخياني، لكن هذه حقيقة الأمر. يعني تصوري معي أن يحدث ذلك مع أي دولة، تصوري بايدن كرئيس الولايات المتحدة قام يقصف نيوجيرسي أو واشنطن لأنه طلعت مظاهرات تقول لا. حتى ترامب بحالته المتهورة قليلا الناس قالت له طلع ضده، بس ما طلع قصفهم. يعني فحالة الحالة الشادي الموجودة في هذا العالم تفقد أي حدا الشرعية. حتى تلك القرارات وإعادته لمجلس الجامعة العربية هو قرار غير شرعي. انظر إلى القرارات التي خرجت من الجامعة العربية، خرجت بسبب الممارسات الإجرامية. تلك الممارسات بقيت وزاد عليها الكبتاجون وزاد عليها أمور كثيرة، وتغير قرارها من لحظة بين اللحظة والثانية. أي شرعية هذه؟ وهذه القرارات من الجامعة العربية أساسا بني عليها أمور كثيرة في الأمم المتحدة، فأنت تريد أن تؤثر على تلك القرارات بخصوص هذه المنظومة الإجرامية وتتصرف بهلوانيا وكمبتدئين في السياسة، وهذا شيء غريب. ومن هنا الناس الجماهير تتجرأ وتقول لكم أنتم خونة أو أنتم غير مناسبين لهذه الشعوب. وأعتقد أن تنظيم هذه الشعوب واستعادة حقها هو الشيء الأساس
في مستقبلنا في منطقتنا. وضحت، شكرا جزيلا لك. كنت معي من باريس دكتور يحيى العريضي أكاديمي سوري، وأيضا من نيوجيرسي كنت معي دكتور جابرييل سوما بروفيسور في القانون الدولي. شكرا جزيلا لكم ضيوفي على كل هذه المعلومات والتحليلات. مشاهدينا فاصل ونعود لنتابع.